لطالما كانت شبكة حزب الله المالية تحت الأضواء وتحت مراقبة السلطات الخارجية بشكل مستمر. فعبر تحليل نشرته مجلة ناشونال انترست الأمريكية عن أن السلطات الرومانية تمكنت من اعتقال محمد إبراهيم بزي وطلال شاهين الذين تتجاوز جرائمهم رومانيا والولايات المتحدة، وكان قد اعتدى على الالتفاف على العقوبات الدولية وساهما في جني ملايين الدولارات لصالح حزب الله من خلال أنشطة تجارية في بلجيكا ولبنان والعراق بحسب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأمريكية. تجدر الإشارة إلى أن واشنطن كانت قد أدرجت بزي على لائحة الإرهاب منذ عام 2018. وفي سياق ما نشرته المجلة، أشار التحليل أنه رغم القيود المالية التي فرضت على حزب الله وإيران خلال العقدين الماضيين، إلى أنه يتم اكتشاف طريقة جديدة كل فترة تستخدمها طهران ووكلاؤها للالتفاف على العقوبات، والتي كان آخرها إعلان إسرائيل رصد عمليات تهريب ذهب بين إيران وفنزويلا والتي يقوم بها فيلق القدس التابع للحرس الثوري، إذ يتم تحويل أرباح هذه العمليات لحزب الله. لم نقف عند هذا الحد في ملف الشبكة المالية لحزب الله، فقال ماثيو ليفيت مسؤول سابق في وزارة الخزانة الأمريكية وباحث في معهد واشنطن في كتاب من تأليفه صدر عام 2013 عن أن حزب الله نشط في تأسيس وجود له في أمريكا اللاتينية ضمن دول الأرجنتين والبرازيل وباراغواي، حيث قام بدعم تأسيس خلايا نائمة لها دور في شبكات تهريب المخدرات من أجل توفير الأموال لحزب الله. وبحسب المجلة أيضاً أن حزب الله أنشأ شبكات إجرامية عابرة للحدود مماثلة في أوروبا وأفريقيا وحتى الولايات المتحدة. كما أكد التحليل أن اعتقال بزي وشاهين لن يشكل ضربة قضية لحزب الله، إذ لديه هيكل يدعم التنظيمات الدولية التابعة له لضمان استمرار تدفق الأموال إليه. هذا الأمر يعود بنا إلى تاريخ 24 كانون الثاني من هذا العام، أي نهار الثلاثاء تحديداً، عندما فرضت واشنطن عقوبات على أشخاص وكيانات على الصلة بحزب الله، حيث قالت وزارة الخزانة الأمريكية أنهم لعبوا دوراً في تسهيل أنشطة مالية للحزب. وكان قبلها قد أعلنت الخزانة فرض عقوبات على شخصيات وكيانات مرتبطة بحزب الله كذلك في حينها. وبحسب الخزانة أيضا أدرج رجل الأعمال اللبناني والميسر المالي للحزب أجاعة بالإضافة إلى 5 من شركائه و8 شركات له في لبنان والعراق على قائمة العقوبات. وعلى هذا الأساس يبقى ملف تمويل حزب الله وشبكته المالية محط أنظار وتساؤل، كما أنه لن تقفل أوراقه في وقت قريب.